ما هي قصة سوق الحميدية في لبنان؟ تفضلي شرفي، أهلا وسهلا، اشتري قطعة والتانية مجانا، تفضلي. وهل يستطيع الأردنيون التحدث باللهجة السورية؟ ايه بعرف، ايه طبعا، لك عالم، أعرف، أنا اللي بعرف. وإلى مخيم الزعتري وافتتاح أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية البديلة. وفي بيروت عرض مسرحي يروي المتاجرة بأجساد السوريين. حاولنا من خلال استخدام الفيديوهات الحقيقية اللي صورت أنه نحن نقدر نوصل هذا التناقض اللي موجود. جيران في الأوقات التالية على أورينت نيوز.